أخبار اليوم. حاج أحمد، بيقال في الكواليس كده إن في علاقة طيبة ودية ما بين ألتراس أهلاوي وايت نايتس، هل ترى الكلام ده حقيقي ويا ترى في تواصل فعلا ما بين الجروب نادي الزمالك والأهلي؟ لا ده شيء أكيد طبعا، يعني إحنا الأول كان في قبل يعني الثورة وقبل موضوع بورسعيد كان في يعني نديات بيننا ومنافسات بيننا وبين بعض في المدرج في كل حته، من ساعه بقى طبعا احداث بورسعيد واخواتنا اللي ماتت، فدي طبعا يعني خلاص يعني ناس ماتت، ايه بعد كده يعني؟ فالحمد لله في تواصل بيننا وبين بعض، وبنروح نقعد معاهم وبيجوا لي انا شبرا بنقعد معانا وبنتواصل. يعني في مثلا شخص يعني في يعني واحد يعني واحد اسمه محمد يحيى وعلاء السيد، يعني في بعض الناس موجوده يعني بيجوا وبيقعدوا معانا وبنتواصل وبنتكلم، ومثلا اي حاجه بتحصل يبقى في يعني ند بينا وبين بعضينا وفي بيانات مشتركه بينا وبين بعض وكل حاجه، والحمد لله يعني عمرنا ما نختلف وبنقعد بنتكلم. رجوعنا المدرج هنرجع بطريقه كذا، محدش يغلط في البلد، محدش يعمل مش عارف ايه، الحاجات دي كلها طبعا احنا بعيد عنها يعني الحمد لله، وكلنا متفقين ان بلدنا دي لازم نخاف عليها وان كل واحد يشجع فرقته بالطريقه اللي هو عايزها وكده، ومنافسه في المدرج بره المدرج احنا اخوان الحمد لله يعني ما لا 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 الحمد لله، واحنا اخوات واصحاب وهم ليهم ناس ماتت واحنا ليهم ناس ماتت وهم بيطلبوا كده يعني الحمد لله يعني.